فرنسي بارابور بالهوندبول قد تكون خاصه مزيان بالطبع. ربي خليني نقول حاجه للصحفيين والاعلام بصفه عامه، ولدي عمري لو كنت عندي مشاكل معاهم ونقسم نقعد بيت ساعات، انا ما نحبش نعمل انتاج معناها ديزاتير، مش على خاطر ما نحبش نتكلم ولا متخرج من معناها بعد هزيمه ولا بعد معناها نتائج ايجابيه، مش فما علاقه، فما حتى علاقه بهذا ساعات معناها على غالب معناها طبيعتي، يعني ما نحبش نعمل معناها ساعات يدور لي نقول للمساعد نبدا انا مش في حاله باهيه، نقول له برمشي معناها عمل انت الانترفيو، لا عندي لا مشاكل، عمري ما عملتش مشكل مع حتى معناها الكور معناها بتاع الصحافه الكل، وكل ما يجيبوا كودريسبي ليهم، حتى ساعات معناها ما لقري لي كريتيك واحد، كل حد حر في روجي بكودريسبي معناها لارائهم واحد معناها هذا حل يتقوس وسكرون فوكورتوت. فيما يخص معناها المقابله لخصت انت في السؤال نتاعك، قمنا بمقابله ممتازه تولي نيفو من ناحيه الهجوميه ومن ناحيه الدفاعيه، قمنا معناها انا دوميني في وسط الميدان، خلقنا معناها العديد من الفرص ولا شبه الفرص معناها مع فريق ضد سي اس اس اللي فريق كبير، نعتقد اللي المرسى اليوم عملنا فيها معناها عملنا كل شيء معناها لاتاك بلاسي لاتاك معناها رابيد، ربحنا لي ديال نتاعنا ولا ميتريزي لو جو، على غالب ساعات معناها لو مونك ديكسبيريونس، ساعات معناها الاغلاط معناها تاع ضربه الجزاء سكون معناها صحيحه ولا ما عرفش الحق، معناها زربنا معناها نريدو معناها اللي عمل لاكت هذاك كرو معناها هدى روحه ويا بادريزون، فما عنده معناها المساحه باش تخرج الكره. نعتقد اللي المقابله للاعبين الكل قدموا معناها مجهودات كبيره، شفنا معناها فريق مرسى يلعب معناها رايد وهادي، وعندنا فكر في اللعب نتاعنا، خلقنا ونا با كونكريتيزي على الغالب. سيدنا الغالي مرسى تلعب كرة الدرج، شفنا حتى اليمين ساد المشكل الحكم، مش نقول احنا اللي يستاد تشتر فرصة، سيتو نعرف ماتشوت كيما هكا فرصة زوز يتوفر، قد يكون على كل حال المهم في هذا الكل اللي انا كريد زوكازيون خلقنا الفرص، انا ديما نقول لهم حتى كنت في جمعية اخرين كيكلموني نقول لهم 50% مشكل حليناه كونو كري لي زوكازيون، هذايا 50%، المشكل الثاني تو نزيدو نخدمو عليه ان شاء الله ماني نقول كونكريتيزي. طلبت مهاجمين ومازال ما جابولكش. لا تفسر المسؤولين الكل قاعدين قايمين بواجبهم، واحد واللي معناها لازموا مازال عندنا الوقت، وكان فما باش ندعموا الفريق ما مش باش يدخلوا علينا. وضع يعطيك العافية. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.